طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بحياة الأنجل. خلاص، ده ولد عنده سنة. خلاص، ده جاي يعمل سي تي، ده السي تي أنجيو بتاعه، جاي يعمل سي تي أنجيو سيريبرال كاروتيد عشان عنده سويلنج موجود في ناحية اليمين. تمام، ايه رأيك؟ ايه رأيك يعني؟ الناحية اليمين، خلاص هو ده الناحية اليمين. طيب انطباعك كده، ادينا من الأول، ده هايبر فاسكولار ولا هايبر فاسكولار ريجن؟ خلاص، فده ريجن هايبر فاسكولار موجود في الناحية اليمين. خلاص، احنا مش عارفين هو فين، ده لوكاليز دلوقتي عشان ده 3D غالبا. طيب السؤال دلوقتي، الهايبر فاسكولار ريجن ده انتوا حاسين ان هو نايدس او فيسل، يعني بنتكلم على اي في ام، يعني عبارة عن بس فيسلز، يعني سبجنس فيسلز، ولا اتيز اليجن ليجن وليه هايبرتروفايد؟ اتيز اليجن صح؟ ده مش ده كومبات ليجن، ده مش نايدس اوف فيسلز، يعني ده مش اي في ام، ده الاغلب ان هو يكون هايبر فاسكولار، ايه هايبر فاسكولار ليجن. طيب السؤال هنا، من الصور دي تقدر تقولوا هو واخد له او واخد او ليه هايبرتروفايد ارتيريال فيدر، او الارتيريال فيدر بتاعته جايه منين؟ هو هايبر فاسكولار ليجن ده واخد من الاكسترنال كاروتيد من الاكسترنال كاردد صح؟ بص، خلينا بس يعني خلينا متاكدين ان ده خلاص اللي طالع ده الاكسترنال كاروتيد، لان ده واحد من البرانشات اهو. يعني لو انا بتكلم ده الكومن كاروتيد ارتي، اتقسم لانترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد، والاكسترنال هو اللي رايح مدي الايه، وده واحد رايح مدي الايه الليجنز. خلاص، الانترنال مش متاكدين منه، بس الاكيد اللي مدينه اللي هو الايه الاكسترنال كاروتيد ارتري. فده يدينا انطباع ان الليجن ده غالبا هيبقى اتيز سكالب ليجن، كون ان هو واخد من الاكسترنال كاروتيد ارتري، فده غالبا ده حاجه جايه من بره البرين، فده غالبا بيدينا انطباع ان ده it is an scalp lesion. احنا عارفين الاكسترنال كاردوت ما بيخشش جوه البرين، البرانشات بتاعته الاصليه او معظم البرانشات بتاعته ما بتخشش جوه الايه، جوه البرين. طيب نبص بقى على اللوكاليزيشن بتاعه، ده الليجنز بتاعنا قبل الصبغه وبعد الصبغه، ده ايه، ده قبل الصبغه وده بعد الصبغه. نعرف بقى نحدد الاناتومي بتاعه بالظبط فين. ده اهو الليجن اهو موجود زي ما احنا قلنا، تيز اسكالب ليجن، ماشي، اسكالب ليجن موجود في الرايت فرونتال ريجن اهو. خلاص، وزي ما قلنا بعد صبغه تيز واخد انتنس ايه، واخد انتنس انهانسمنت، وزي ما قلنا انه ليه هايبرتروفايد ارتيريال فيدر جايه منين، من الاكسترنال كارود ارتري. طبعا ده ملوش اي حاجه في الانترنال كارود ايه، الانترنال كارود ارتري. الحقيقه احنا ممكن نقول ان هو ملوش اي حاجه في الانترنال كارود ارتري من 3 دي. ازاي؟ ان احنا نقارن ال 3 دي او الميدل سيريبرال ارتري، الميدل سيريبرال ارتري الناحيه الثانيه، مش هنلاقي ان في فرق ديسكريبنسي ما بين الاثنين. ف ات از مور ليس واخد كل البلاد سبلاي بتاعه من الايه، من الاكسترنال كارود ايه، من الاكسترنال كارود ارتري. نيجي بقى للديفرنشال دايجنوز ليه هايبر فاسكولار ليجن في السكالب اوف سبكتينيوس في ولد صغير، نفكر فيه هيمانجيوم. خلاص، الهيمانجيوم بنوعيها الكونجنتال او انفانتايل هيمانجيوم. خلاص، لما نلاقي في السبكتينيوس او الانترماسكولار فيشال بلينز هايبر فاسكولار ليجن في ولد صغير، بتكلم في انفانت يعني، لازم نحط في البوسيبيليتي بتاعت الهيمانجيوما في الدايجنوزس بتاعنا. طيب الهيمانجيوما قلنا نوعين، انفانتايل او ايه، او ان هو تكون كونجنتال. انتوا تتوقعوا ايه الفيصل ما بينهم؟ ازاي فرق ما بين ده انفانتايل ولا كونجنتال هيمانجيوما؟ اه الهيستوري ايه؟ اه لازم نسال الليجن ده كان موجود عند الولد امتى؟ تلاقي في الهيستوري مكتوب سويلينج سينس بيرث. لا، لازم انت تمسكي التليفون وتكلمي العيان وتساليه او اللي بيشيت يعني، الهيستوري ده او الليجن ده ظهر وهو مولود بيها ولا ظهر بعد الولاده؟ ان هما الموضوع ما بيبقاش اه ده هو عنده بعد عنده هو مولود بيها. مولود بيها مثلا يقول لك لا، كان مولود كويس وبعد شهرين او حاجه هم بيعتبروا ده ان هو مولود بيها يعني. فهو ده يفرق اذا كان نزل بيها ولا ايه، ولا بعد يعني نزل طبيعي وبعد كده ظهرت الايه الليجنز ده. طب انتوا انطباعكم ده يجي في حاجه تركوا في الاشعه مهمه برضو تفرق شويه اذا كان ده كونجنتال ولا انفانتايل، وهو وجود الاي في شانتنج. لو لقيت في اي في شانتنج ده اكتر مع كونجنتال هيمانجيوم، ولو ما لقيتش اي في شانتنج ده اكتر مع ان هو يكون انفانتايل هيمانجيوم. طيب الاي في شانتنج بعرفه ازاي؟ انك لو لقيت فينز موجوده
هايبرتروفايد فينز موجوده بتدرين الايه، بتدرين الليجن. كل اللي احنا شايفينه هنا، هل انتوا شايفين الاي في شانتنج ولا مش شايفين؟ كل الدايليت تورتشوس دولت عباره عن هايبرتروفايد ارتيريال فيدرز، مفيش فينز، مفيش فينس درينج. بدليل ولو كان فينس درينج كمان هتلاقيه مثلا اكسترنال جاجلر باين، هتلاقي فيه فينس تانية. انما كل اللي باين دولت اللي كان في 3 دي، كل الحاجات اللي باينه دي كانت عباره عن، سامحني، كان كل الحاجات ده كان اسمه، كل الحاجات اللي باينه دي كانت عباره عن it is a hypertrophied arterial feeder، مفيش اي فينس ايه، فينس درينج. والحقيقه كان الهيستوري مكتوب ان ده سويلنج سنس بير، وبعدين لما سالناه لا ده ايه، ظهر له بعد الولاده بايه، بشهر، وبدا يحصل له جروث. فده اكتر ان هي تكون it is an infantile hemangium. يبقى ده scalp lesion، هايبر فاسكولار scalp lesion موجود في ولد، ده مثال على infantile hemangium. That is a مثال على الهايبر فاسكولار ليجن، مش اي في ام ده سوليد ات از، او اكتر ان هو يكون ليجن ذات نفسه سوليد ليجن، مش نايدس اوف اي اوف فيسلز. تمام، ده دي حاله انفانتايل هيمانجوما في ولد، وازاي نفرقها ما بيننا وبين الايه، الكونجيتال هيمانجوما. تمام، طيب دي برضو حاله من الحالات بتاعت الانجو. خلينا نخلص حالات الانجو اول حاجه يعني نخلص منهم. ده عيان عنده 30 سنه خلاص، تمام، جاي بيعمل ام ار اي برين، ماشي. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيماء، اخبار؟ الحمد لله. عيان عنده 30 سنة جاي بيعمل ام ار اي برين، تمام، ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ عايز وصف يعني مش اكتر ولا اقل. تقدر توصفي يا شيماء؟ انا عارف انت لسه جاي، بس يعني بس انت بتحبي اللي انت عندك. انا جايبه، انا جايبه عشان خاطر انا يعني انا بس بسال فيها شيماء كل مره. تمام، في هنا عندنا في نايدس اوف فيسلز خلاص، عباره عن ده فرق بقى ما بينها وبين الليجن التاني. الليجن ده سوليد ليجن، انما ده عباره عن هايبر يعني نتورك اوف فيسلز، يعني عباره عن كلهم عباره عن سيربجنس ايه، سيربجنس فيسلز موجودين خلاص. موجودين فين يا شيماء؟ تقدر توصفي الفيسلز دول موجودين فين؟ في اي منطقه؟ برايتو، برايتو اوكسيبيتال، لا بلاش نقول برايتو، احنا بدانا في التمبرال، فاحنا بنتكلم في تمبرو ايه؟ تمبرو اوكسيبيتال ايه؟ في تمبرو اوكسيبيتال ريجونز غالبا. خلاص؟ تمام. النايدس اوف فيسلز دول واخدين او تقدر توصفي سيجنال كاركترستيك بتاعتهم؟ سيجنال فويد، ده يقول ان دول غالبا هتبقوا هاي هاي فلو، هاي فلو. فالسيجنال فويد دوت غالبا بيقولوا ان ذيس از ا هاي فلو ستراكشرز، وبالتالي ان انا بفكر في ايه؟ غالبا بفكر في ايه؟ في اي في ام، اي في ام ارتينو فينس، ايه ارتينو فينس مال فورميشن. طيب الاي في ام زي ما اتفقنا في الـ في الـ في, الـ في قبل كده بنتكلم على نايدس مكانها فين، وبنتكلم على اذا كان هايبرتروفايد ارتيريال فيدرز، واذا كان ايه الفينس درينج بتاعها. تمام، طيب انتوا متوقعين في المكان ده تتوقعوا الهايبرتروفايد ارتيريال فيدر يكون جاي لها منين في المكان ده قبل ما نشوف ده؟ نعم، ممكن يبقى من بوستيريو سيريبرال، صح، من هنا، وممكن يبقى من بتاع ميدل سيريبرال، فغالبا من الميدل سيريبرال ارتري او من البوستيريو سيريبرال ارتري. تمام، ده من ايه، بالويم كده من المكان مش اكتر، ولا انا بتوقع بالمكان بس عشان اقدر احلف ايه الهايبرتروفايد ارتيريال فيدر، محتاج ان انا اعمل ام ار اي. لو انا بتكلم على ايه، على 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 هنا، ايوه، ما هو ده غالبا هو ده برانشات بتاعت الميدل سريب، صح، فده غالبا كده. بس لازم ابقى يعني عشان ابقى فعلا، يبقى محتاج ان انا اعمل ايه، ام ار اي لو انا بتكلم على ام ار اي، لو بتكلم على سي تي بتكلم على سي تي انجيوجرافي. خلاص، هو العين كان جاي ام ار برين، بس احنا عملنا له استكمال ام ار اي، بس للاسف ما كملناش الام ار في يعني، بس كويس، خلينا اهو نشوف حاجه وخلاص. خلاص، ده الام ار اي بتاعه. طيب تتوقعوا العيان ده الليجن اللي موجود هنا واخد هايبرتروفايد ارتيري فيدر من ميدل سيرفر ولا مش واخد؟ واخد ليه؟ قارنه، قارنه ما بين ميدل سيربرال ده والميدل سيربرال ده، برانشات، شايفين البرانشات بتاع الميدل سيربرال ده؟
اكبر بكتير جدا من البرانشات بتاع ده، فده اكيد ده مشارك في الموضوع. فالميدل سيربر ارتري غالبا هو ده اللي مدي ده، شايفين البرانشات دي كل البرانشات بتاعته واضحه لحد الاخر، فدي اللي غالبا هي مشاركه في الايه، في الموضوع. بصوا هنا البرانشات بتاع الميدل سيربر التاني، لا ده دي كويسه خالص. فانتوا دايما عشان تعرفوا اذا كان الليجن ده مشارك في الموضوع ولا مش مشارك في الموضوع، قارنوه بالناحيه التانيه. دايما بتلاقوا لو هو مشارك في الموضوع هتلاقيه ان هو ليه هايبرتروفايل او اكبر من الايه، من الايه، من الناحيه التانيه. خلاص طيب تعالوا نشوف، احنا كنا قلنا البوستيرور سيربرال ارت المشارك في الموضوع ولا لا. ادي ده ال اسمه ده الفرتبرو بازلر. خلاص طيب توقعوا انتوا مشارك في الموضوع ولا مش مشارك؟ والله بصوا انا مش متاكد قوي اذا كان مشارك ولا لا، لان انا مش حاسس قوي ان البوستيرور سيربرال ارتري ده لو قارنه بنفس الناحيه دي تهيألي الاثنين سيميلر تو اتش اذر. ولو قارنت البرانشات دي هلاقيها نفس البرانشات دي، يعني ما فيش حاجه سايزابل ما بين الاثنين. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ عايز ايه؟ قول قول اذا كنت حاسه ايه؟ يعني انا حاسه بالفرق، ان في فرق ما بينهم؟ فين؟ ده ناحيه وده ناحيه. طيب ادي الاي بي، ايوه اللي على الشمال ده باينين ان هم اكتر من، طب ما ده على اليمين وباينين. بلاش خلاص، يبقى الفيصل ما بيننا ايه؟ الفيصل ما بيننا ان انا امسك الايه، الفوليوم بتاعنا. خلاص ده الفوليوم بتاعنا، فين الفوليوم بتاع الام ار اي؟ احنا بناخد فوليوم ان انا اطلع منه 3 دي. خلاص ده الفوليوم بتاعنا، وامشي واحد 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 واشوف الليجن فين. خلينا نمشي مع الميدل سيريبرال ارتري، ده كان الانترنال كاروتيد ارتري خلاص بتاع الناحيه الشمال. طلعنا لفوق اتقسم للميدل سيريبرال اهو وانتيرو سيريبرال اهو، نمشي مع الميدل سيريبرال ده والليجن الموجود اللي موجود هنا عندنا. خلاص هنمشي مع الليجن مع الميدل سيريبرال ده، خلاص اهو شايفين كل ده، ده كورتيكال فيسلز بتوعه. خلاص اهم اهم خلاص اهم، وداخل جوه الايه، جوه الليجن. كل البرانشات دي جايه من الايه، جايه من الايه، من الميدل سيريبرال ارتري بتاع الناحيه دي. خلاص نيجي بقى نشوف البوستيرور سيريبرال ارتري اللي احنا ايه، اللي احنا مختلفين عليه اذا كان مشارك ولا مش مشارك. ادي ده البازلر، خلاص اهو اتقسم ليه بوستيرور سيريبرال على الناحيه دي وبوستيرور سيريبرال على الناحيه دي. خلاص ماشي، ده البوستيرور سيريبرال ماشي هنا اهو، خلاص هنا تمام اهو، هو ده ده، استني بس اهو تمام، دخل ليجن، دخل ليجن صح، في جزء منه في الليجن، يبقى مشارك. خلاص هي دي الفكره، ان انا ايه، انا هو انا، هو انا مش يعني ما ينفعش ان انا انجم، يعني اقصد ايه، هو دي الخطوات اللي انا بمشي بيها. انا بحس بيديني انطباع ان الميديا سيرفر، ببص على الام ار اي اول حاجه، ببص على اللوكيشن بقول انطباع ان هو ممكن تبقى واخده من هنا واخده من هنا. بعد كده اروح مديني انطباع، اروح بص على الام ار اي اشوف مين الهايبرتروفايد ان ريليشن الناحيه الثانيه، وبعد كده ابص على الفوليوم بتاعي واتاكد من الموضوع بالطريقه، بالتسلسل ده، بالتسلسل ده. خلاص هو ده اللي انا اقدر اوصل فين الهايبرتروفايد ارتيريال فيدر بتاعه. تمام ماشي. طيب الفينس درينج انا برضو، انا للاسف هنا ما عملناش ام ار في، بس انا انطباعي ان الفينز دولت اللي هم دايت تورتشوز دولت خلصانين فين؟ خلصانين، هيبقوا خلصانين هنا في ده اللي هو ده، اللي هو ده هيبقى مكان الايه؟ مكان الترانسفيرس والسيجمويد. طبعا زي ما قلنا ده انطباعي، بس انا لازم اعمل ام ار في عشان اقدر احكم فعلا، وبرضو ابص على الام ار في بال 3 دي الاول، وبعد كده ابص عليه في الفوليوم بتاعه واشوف فعلا هل هو ده دريننج في الليجنز ولا لا. تمام خلاص، يبقى احنا خدنا في ليجن موجود ان ذا ليفت تمبرو اوكسيبيتال ريجن اي في ام، خلاص النايدس موجوده في الليفت تمبرو اوكسيبيتال ريجن، هايبرتروفايد ارتيريال فيدر جايه من ميدل سيربر ارتري تو ليست اكستنت ليفت بوستيريور سيربر ارتري، والفينس درينج موجود في السيجمويد ايه، في السيجمويد ساينس او ترانسفيرس ايه، ترانسفيرس ساينس الا على الناحيه الشمال غالبا. خلاص طيب يفضل حاجه واحده بس، وهي النايدس اذا كان معاها هيموج ولا لا، وده محتاج ان انا ابص عليه. خلاص تمام كويس قوي، عشان اقدر اقول اذا كان النايدس دي فيها هيموج ولا لا ابص على الليجن. تمام دي النايدس بتاعتنا اهي، خلاص النايدس بتاعتنا لو انتوا شفتوها قبل كده، احنا كل النايدس اللي احنا كنا بنشوفها ما بيبقاش حواليها قديمه زي كده. خلاص فكون ان بقى حواليه قديم زي كده دي تقلق، من تقلق عندنا، فممكن يبقى تيز كومبليكيتد باي ايه، باي هيموريج، او ان هي تكون رابشر. عشان اقدر اتكت الهيموريج احتاج ان انا اعمل ايه، احتاج ان انا اعمل اول حاجه ابص عليها في التي 1، ومحتاج ان انا اعمل سستبيلتي ويتد ايمجز عشان اشوف اذا كان في بلومينج ولا لا، اللي هو جريدينت. جريدينت خلاص ماشي. طيب
حاضر اللي هو الجريدينت. خلاص بصينا على الليجنز ده وبصينا لان الاديمه زي ما قلت لكم دي بالنسبه لنا تقلق. ادي ده ليجن سيرفيشنس لقينا في حاجه هنا هاي في تي 1 فده يقلق اكتر ان هو في درزقة هيموراجيك او ان النايدس دي اندرلاينج في اندرلاينج هيماتوم. بصينا كمان على عملنا سستبيلتي ويتد ايمجز اهي خلاص السستبيلتي ويتد ايمجز طلعنا مع الليجن لقينا الليجن فيه هنا ايه في حته بلومينج ارتفاكت يبقى ذيس از ان اي في ام والنايدس فيها اندرلاينج ايه اندرلاينج كومبليكيتد باي ايه باي انترا سيربرال هيماتوم خلاص. ودي اول مره اجيب لكم حاجه زي كده. انا جبت لكم اي في ام كتير انا جايب الحاله دي عشان في النايدس فيها اندرلاينج ايه في اندرلاينج هيماتوما فورميشن خلاص. بدا اقلق منها ازاي لو لقيت النايدس دي اللي موجوده بدا يبقى حواليها اديمه فببدا لو اديمه لازم ابص بشك ان في هيموريدج تحتيه اعرف ازاي اذا كان في هيموريدج اذا كان هاي سيجنفيتي 1 واذا كده عملت سستبيلتي ويتد او جريدد اي ويتد ايمجز اطلب منه الاقي فيها بلومينج ايه او بلومينج ارتفاكت ده اللي ياكد ان في اندرلاينج ايه اندرلاينج هيماتوما فورميشن. يبقى ذيس از ا ليفت تيمبرو بارايتال او تيمبرو اوكسيبيتال اي في ام with underlying hematoma formation seen supplied by hypertrophied arterial feeder from the left medial cerebral artery and to this extent left posterior cerebral artery and venous drainage into the sigmoid and transverse left sigmoid and transverse sinus possible. تمام ماشي. العيانين اللي عندهم اي في ام مناسبه ده ارجنت بروسيدور ده يعني العيان ده لازم يسلم على طول ما ينفعش يستنى خلاص. الاي في ام مش ناسفه ده مش ارجنت انما الاي في ام مناسبه underlying hematoma formation ده لازم يتسلم على طول لا ارجنت ايه ارجنت بروسيدور تمام او ارجنت ايه تمام اهو هو ايه اللي جه موبايل السواد ده السواد ده شايفه السواد اللي ظهر مره واحده في الجريديان ده بلومينج افكت ده اهو هو ده الحاجه البيضه دي لا في هو ده هو نفسه عايز اعرف بس في السيكونس ده الليجن هيبان ازاي والبلومينج افكت هو ده البلومينج الحاجه السواد اللي ظهر في الجريديانت ده ما هو ده هو ده ما هو ده الليجن اللي هو الحته اللي فوق دي الحته فوق احنا قلنا الهيموراج الابيض اللي حواليه هتلاقي في وان هي بس شوف السايتبيلتي البلومينج اللي هيبقى اسود بيبقى لونه اسود اسمه اسود. هو الفكره ان مش شرط يعني انا بص هقول خلاص انا ممكن استنى اشوف اذا كان جاب تي 1 ولا لا عملت تي 1 اكزير ولا لا. بص ايه بس شايفه شايفه الابيض ده ده هيموريدج خلاص لما يطلع لفوق كمان شايفه الحمد لله شايفه ده شايفه الابيض ده اسود هنا ولا لا يبقى ده اللي كان هيماتوما اسود. هتلاقي حاجه بيض برضو حاجه ملاحظه ان البلومينج اكبر بكتير من الليجنز في تي 1 لان مش شرط ان يبقى الهيموريدج الهاي سيجنال في تي 1 يبقى كل يعني الهيموريدج ده ستيجز خلاص قلنا في حاجات بتظهر هاي تي 1 في حاجات ما بتظهرش تبقى في على حسب الستيجز بس الليجن ده بيبقى باين قوي او معظم الهيموريدج بيبان ان هو مسود في الايه في البلومينج ارتفاكت تمام او في الجريدينت ايمجز تمام. طيب سيجنال فويد تمام. طيب دي حاله من حالات السبوتنج يا جماعه يعني هو ال لا ما هو انت مش هتعرفوها غالبا. بص هو هي مش قصدي بص هو انا جايب الليجنز ده عشان كاركترستيك لوكيشنز وبيتقابل كتير وفي ناس بتغلط فيه يعني في ناس ما بتشخصوش وفي ناس يعني ما بتعرفش هو ايه خلاص. هو ايه هو العيان ده عامل ام ار هو عمل اول حاجه سي تي برانيزال كتب نورمال خلاص وبعد كده الدكتور بعته عشان يعمل ام ار برانيزال خلاص عشان خاطر الليجنز اللي عنده. ده الام ار برانيزل ده كورونا تي 2 وده كورونا تي 1 خلاص. الليجن اللي عنده هو ده ده حد شافه قبل كده؟ نيزوليبيال سيست بالظبط دي نيزوليبيال سيست ده هي دي كاركترستيك لوكيشن جدا يعني. بص انا مش عارف اسمه بس اللي عارفه ان هو اسمه نيزوليبيال سيست يعني ايا كان هو المكان اللوكيشن ده اللوكيشن ده كاركترستيك جدا ليه الحقيقه يعني اللوكيشن ده كاركترستيك جدا للليجنز ده اللي هو نيزوليبيال ايه النيزوليبيال سيست خلاص. النيزوليبيال سيست دي مكانها ده اللي هو لو جبت لكم الاكزيال ايمجز لا خليني اجيب لكم اكزيال سنسيكشن هي تحت لا لا هقول لك انا هجيبها لك في الاكزيال
بره كده عن الوش. بصي اهي شايف المكان ده، شايف المكان ده اللي هو ما بين الايلا اوف ذا نوز خلاص والمجزرة. المكان ده كاركترستيك جدا للنيزوليبيال ايه، للنيزوليبيال سيستم خلاص. المكان ده هو المكان ده اللي هو ما بين بيبقى باين في سويلنج هنا. بص ما يعني ما يعني يعني هو بص هو السيتي اهو السيتي بتاعه بس عشان ما تقعدوش تقولوا قوي، بس هو مش واضح يعني. يعني ليجن اهو هو ده يعني. لا والله مش كده بس هو صعب فعلا يعني. ليجن هنا طب بلاش، هو هو جاي بيعمل برانيزل اهو، شايفين ليجن هنا فهو برانيزل وغالبا بيتعمل كرونال يعني، بيتعمل كرونال بون ويندو وبص على برانيزل، فحتى ممكن يكون اصلا في الكرونال ده ما جاش اصلا يعني. هو بص في الميبانش، ميبانش خالص خلاص. فهو العيان ده كان عنده السيست دي اللي في المكان ده اللي هي نيزوليبال، نيزوليبال ايه سيست. العيان ده لو بصيتوا كده كمان بس ركزوا شويه هتلاقوا ان فيها ايه، هتلاقوا فيها فلويد، فلويد ليفل. وجود الفلويد، فلويد ليفل ده يقلقنا ان ممكن تبقى انفكتد خلاص، ان بدا يحصل نيزوليبال سيست انفكشن خلاص. فممكن العيان ده هو اصلا دكتور جايبه وبعته بالصبغه خلاص، فنلاقي ان النيزوليبيال سيست دي بدا فيها جزء منه بدا ياخد مارجنال انهانسمنت اللي هو ده، اللي هو ده خلاص في مارجنال انهانسمنت، وده برضو يقلق شويه خلاص، خصوصا ان كمان الفات بلينز اللي حواليه مش ايه مش كلير قوي خلاص. كمان عملوا ايه، عملنا ايه ديفيوجنز. بس انتوا ملاحظين حاجه برضو ولا مش ملاحظين حاجه؟ في خط اسود حواليه. لا لا غير الخط الاسود، في واحد تاني الناحيه التانيه سمولر سيميلر الناحيه التانيه اللي هو ده الصغير ده. فهو العيان ده عنده بايلاترال والاثنين حقيقه اكشوالي انفكتد. عملوا ايه عشان اقدر اقول ان ده فعلا انفكت ولا لا؟ عملنا ايه، عملنا ديفيوجن ويتد ايمجز خلاص عشان نشوف اذا كان ده خليني اجيب لكم الديفيوجن. ده وحش قوي. والله هو اصل هو ممكن يعني يجي يعني ممكن صح، وزي ما قلت لك يعني يعني ممكن يبقى اصل هو يقول لك العيان انا مش يعني في بين هنا وخلاص ماشي، فا او سويلنج ممكن ما اكونش عارف الله اعلم يعني. ثانية واحدة بس اجيب لكم الديفيوجن. انا فاكر ان هو في ديفيوجن اتعمل وفي ديفيوجن ما اتعملش. هو اللي اتعمل ده الاجزي للاسف ال ده الاي دي سي. طيب ده الاي دي سي وده الديفيوجن خلاص قصاد بعض اهو ماشي. ايه اللي بقى شايفينه؟ بصوا بالذات الـ 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 الحاجات اللي ديبندنت دي اللي هي لو في الاي دي سي خلاص وكانت هاي هنا، فده تيز فيها ديفيوجن ايه دي فيها ديفيوجن ريستريكشن خلاص. فدي الليجنز دولت ار فيهم ديفيوجن ريستريكشن، وده يؤكد او الحاجات بالذات الديبندنت دي ده ياكد، وده الصغيره اهي الثانيه تحت اللي هي كلها ديفيوجن ريستريكشن، ده اللي ياكد ان هي دي ار انفكتد نيزوليبيال ايه سيستم تمام. يعني لو مش انفكتد كان هيبقى مفيش ديفيوجن ريستريكشن، مش هيبقى فيه ديفيوجن ريستريكشن تمام خلاص. بالدليل الجزء الفوقاني بتاعها ده هاي هنا وهاي هنا، ده تي 2 شاين ثرو، انما هاي هنا ولو هنا يبقى ده بدا يبقى فيه انفكشن. دي هنا هاي هنا كلها هاي هنا ولو هنا يبقى ده ديفيوجن ستريكشن خلاص. فدول ار بايلاتر نيزوليبيال سيست. انا بتكلم بس عشان ساعات بتيجي يعني كومن في المكان ده وممكن تبقى سنتر فاينل. لو هي انفكتد تبدا تعمل ايه، تبدا تعمل بين في المكان ده خلاص. بتلخبط كمان كتير في البيت يعني، الناس اللي بتكتب بيت ما بتبقاش عندها درايه قوي بيها، فممكن يفكروا ان هو ليجنز يعني. طيب خش على البرين. برين عيان 65 سنة شايفين ايه؟ نعم قولي انا اسمه قولي كويس، اي حد يقول حاجة. يعني السلاماي؟ لا يعني في
مكان السيرف فنتريكل سيرف فنتريكل اهو وده الثراميه اهو ده في مكان ايه؟ ميد لاين ماس ليجن كوربس اه غالبا كروسنج كوربس كالوزم لو بصيتكم هنا لو جبتوا الساجيتال اهو خلاص اهو الماس ليجن دي انفيدنج كوربس كالوزم وكروسنج الايه؟ الناحيه الثانيه خلاص حواليها إديمة حواليها إديمة خلاص طيب سيجنال كاركترستيك للليجن ده ايه؟ في التي 2 عامله ازاي؟ تمام ماشي يعني انترميديت سيجنال في التي 2 خلاص وفي التي 1 ات از لو سيجنال في التي 1 خلاص تمام طيب في بعد الصبغه حاضر اوريك الديفيوجن هو بس اولا احنا بنفكر في ايه لما نلاقي في ليجن كروسنج الكوربس كالوزم يعني داخل الموضوع ده تيز ليجن او انفيدنج او كروسنج الكوربس كالوزم ايه الديفرنشال؟ نعم باتر فلاي جليوما واحد ليمفوما اثنين تالت واحده ما تتساويش عشان دي حاجه مهمه تيوم افكتيف ام اس الام اس اللي هو تيوم افكتيف ام اس التلاته دولت they are lesions that cross the corpus callosum خلاص تمام فانا حطيت في دماغي ان يكون واحد من التلاته اللي هي اما يكون لو لا اما يكون جلايبلاستوما تيفوم جي بي ام لا اما يكون ليمفوما لا اما يكون الايه تيوم افكتيف ايه ام اس هنبص على الديفيوجن ده الديفيوجن بتاع الحاله ايه رايكم في الليجن في it is a restricted diffusion في diffusion restriction خلاص ادي ده المهم هو هنا هاي هنا ولو في الاي دي سي خلاص اهو لو في الاي دي سي مش هو بس بتاع مش عايز يتظبط قوي بس هو بعرف باين ان هو مسود ان هو في diffusion restriction خلاص تمام طيب بعد الصبغه ده الليجن بعد الصبغه شايفين الليجن واخد ايه مور ليس هوموجينس ايه هوموجينس انهانسمنت طيب يبقى الديفرنشال كده او الليجن ده الدايجنوز بتاعه ايه ليمفوما ليه قلنا ليمفوما ديفيوجن ريستريكشن ده واحد الهوموجينس انهانسمنت ان تي 2 تمام الهوموجينس انهانسمنت ان بوث كونتراست ايمجز خلاص الايديما اللي حواليه مش عنيفه خلاص تمام مش جامده مش قويه يعني خلاص طب لو كان جي بي ام كان الليجن ده هيبقى it is a marginally enhancing خلاص الريجلر marginally enhancing وما بيبقاش في diffusion restriction لو كان تيم افكت بي ام اس عادة بيبقى incomplete ring enhancement وما بيبقاش في diffusion restriction خلاص اصل الكلام ده انا قلته قبل كده والله يعني تيم افكت بي ام اس بيبقى incomplete وما بيبقاش في diffusion restriction الجالبس مالتي فورم تبقى irregular ring enhancement وما بيبقاش في diffusion restriction بيبقى معاها ماس افكت اعرف من كده خلاص الوحيده اللي بتاخد هوموجينس انهانسمنت وفيها ديفيوجن ريستريكشن والسيجنال بتاعتها ما بتبقاش عاليه قوي في التي 2 ده اكتر مع الليمفو تمام العيان ده عمل فولو اب خد كيمو ثيرابي وعمل فولو اب خلاص ده الفولو اب بتاع العيان هنا ليجن شايفين ده بس الباقي اللي هي الليمفوما اتز كيمو سنسيتيف وبتستجيب كويس جدا للايه؟ للايه؟ خلاص؟ تمام؟ فدي حاله كانت برين ليمفوما. ماشي؟ ده دي حاله برضو من حالات السبوتنج بس تشيست. اللي انتوا مش هتعرفوها برضه. ده شيست ام ار شيست يعني شيست طيب ده ام ار شيست عيان عندها 46 سنه. ده تي 1 ده تي 2. ماشي هو ممكن يبقى هيمرج نعمل ايه بقى؟ اهو عملنا سبير انا في ليجن هنا بس خلينا بس نشوف ليجن واخد معظم الليفت لانج خلاص كل اللي معظم الليفت لانج خلاص كلها يمكن الابر سبيرنج بس الابر لوب واللور لوب غالبا اتز ريبليس وممكن يبقى كولابسد هنا خلاص طيب الليجن ده هاي في تي 1
فاحنا بنفكر ان يكون هيمورج صح او ممكن يكون فات. فعملنا العين ده فات سات اهو اسبير. ايه اللي حصل لليجن ده؟ الليجن ده طفى. فالغالب ده فاتي ايه؟ فاتي ليجن. طيب فالمفروض ان احنا كلنا وصلنا لهذه المرحله من الدايجنوز ان ده فاتي ليجن موجود في الكوباين موست اوف ذا ليفت ايه؟ موست اوف ذا ليفت لانج. طيب الليجن ده اقرب ان هو يكون ميديا ساينم ولا لانج؟ بص في قاعده بتقول لو لقيت الليجن ليه كونتاكت واضح او ليه وايد كونتاكت مع الميديا ساينم لازم تعتبرين ان ده ميديا ساينم. وده الليجن ده من اول ما بدا لغايه لما انتهى فهو اتيز ميديا ساينال ايه؟ ميديا ساينال ايه؟ ميديا ساينال ليجن. خلاص من اول ما ظهر فوق لغايه لما تحت تحت فده ميديا ساينال. ايه ده؟ ده اللنج. ده اللنج كلها كولابست كلها هو ريبليسنج اللنج والبيت اللنج اللي هي ليفت الرايت اللور لوب هو ده الجزء ده لو وريتك كده في الكورونا اهو شايفه كل اللي كولابست ده كولابست اللور لوب هو ده انما كل بقيه الليجن كله هو الايه هو المنظر ده بتاع الايه بتاع الايه بتاع الليجن اللي هو الفاتي ليجن ده اللي هو جاي من الميديا ساينم وعامل ايه عامل ريبليسمنت في ده قول اهو كل ده كونتاكت مع الميديا ساينم مع الهارت ده مع الميديا ساينم صح فهو كل ده ليه وايد كونتاكت من الميديا ساينم من اول اعلى حته فوق اهو من اول سبيل الميديا ساينم كل ده كونتاكت مع الميديا ساينم ماشي فده it is a mediastinal a mediastinal lesions fatty lesions طيب ايه بقى الدياجنوزس او ايه الديفرنشال فايم لايبوما ده واحد اثنين ممكن تبقى مديستاينال لايبوما عادي بس هي الفكره ان مديستاينال لايبوما دي فيري رير ليجنز ودي حوالي 2% خلاص طيب ممكن تبقى وكمان عاده اللايبوما بتبقى مور لس هوموجينس الليجنز ده لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان في ايه في حاجات ستريكس كده نون فاتي ليجنز خلاص تمام طيب الثايمو لايبوما ايه الكاركترستيك بتاعتها بقى هي دي ثايمو لايبوما يا جماعه ده اصلا يعني ده سبوتنج للثايمو لايبوما خلاص ايه 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 بقى الكاركترستيك بتاعتها اول حاجه ان هي بتبقى فيري لارج زي المنظر ده مكتوبه ان هي ممكن توصل ل 20 سم خلاص فدايما تبقى فيري لارج ليجن فاتي ليجن تاني حاجه لو بصينا ودي حاجه مهمه ان دايما تلاقيه ليها بيديكل كده ليه علاقه بالايه الثايميك بيد ده الثايميك بيد اهو لو بصيتوا هنا في الاكزيال بصوا هنا في الاكزيال شايفين ده مكان الثايمس بتاعنا فدايما تلاقي الفاتي ليجن ده ممتد او جاي من الثايمس واخد الايه بقيه الايه بقيه الايه او وزن لغايه تحت وزي ما قلنا بيبقى في نون ستريكس كده او مش بيبقى بيورلي هوموجينس فات خلاص فده مثال على سايم لايبوما بس اتاكد قبل ما او قبل ما تقول كده اتاكد ان ما يبقاش في ده فات جاي من تحت يعني اومنتال فات وجاي من تحت عشان في ساعات كتيره جدا يبقى في دايفراجماتيك هيرن فتاكد ان الدايفرام از كونتاكت انتاكت يعني وما يبقاش في اي ديفكت وان كل الحاجات دي طالعه من ايه من ايه جايه من بيورلي شيست مش جايه من الابدومين طالعه لفوق عشان من اكسكلود الهيرنياز الاومنتال او الفات كونتيننج هيرنياز اللي جايه من ايه جايه من الشيست خلاص ده مثال على الثايمو لايبوما ها دي حاله مثال تيبيكال على الثايمو لايبوما خلاص ماشي ماشي دول حالتين سهلين والله سهلين دي ترايفيزيك خلاص ترايفيزيك ايمجز خلاص عيان عنده 60 سنه خلاص اعمل ترايفيزيك سسبكتد فوكال ليجن هيباتيك فوكال ليجن خلاص طيب فانا بعمل ده الارتيريال وده البورتال وده الديلي خلاص نمشي بالديلي ده احسن او امسك بالديلي نمشي طيب شايفين ايه سيروتيك ليفر صح؟ في فوكال ليجن موجود سيجمنت كام؟ تمام ده سيجمنت كام اولا؟ ثلاثة سيجمنت ثلاثة صح؟ خلاص هايبو دنس خد انهانسمنت في الارتيريال فيز؟ ما خدش انهانسمنت في الارتيريال فيز اهو وفي البورتال فيز خد انهانسمنت؟ ما خدش انهانسمنت وفي الدريل فيز ما خدش انهانسمنت يبقى ده اقرب ان هو يكون سيست سيستيك ليجن هايبو دنس وما خدش انهانسمنت خالص نير فلويد فهو غالبا تزقى سيستك ايه غالبا سيستك ليجن هيبقى سيست
في الليفر سيروزس بنخاف من ان يكون ريجنريشن ديوز. بس الحقيقه الهايبودينستي دي يعني الليجنز اللي ما بياخدوش سبب خالص في السيروتيك ليفر ريجنريشن ديوز. بس الحقيقه في الهايبودينستي دي بتاعت سيست يعني فلويد كونتنت يعني لو قسناها حتى هنلاقيها مور ليس فلويد اتينيويشن خلاص. فده سيست موجود خلاص. الليجن ده عنده في الليجن تاني احمد خد باله منه في الايه في اعلى حته هنا خلاص اهو الليجن ده. خلي بالكم الحته دي بتبقى very hidden يعني فلازم نبص عليها. وفي في الارتيريال فيز واخد في الارتيريال فيز ولا مش واخد؟ واخد انهانسمنت في الارتيريال فيز. ولو بصينا هنا في البورتال لسه في انهانسمنت شويه في الديليد في ايه ووش اوت. ليه قلنا ووش اوت؟ لان الليجن ده لو بصينا هنا هلاقيه ان هو اوطى من الليفر برينك. فكون ان هو اوطى من الليفر برينك يبقى ده اتز ووش اوت. فده الليجن خد انهانسمنت وعمل ووش اوت يبقى ده HCC. خلاص احنا قلنا ريجن واخد انهانسمنت وعمل ووش اوت بس لازم ووش اوت يبقى هايبو ان ريجن للايه الليفر برينك ما ده HCC. حقيقه انا مش جايب الليجن ده عشان خاطر ان ده HCC والتيبيكال باترن بتاعه. انا جايبه عشان خاطر اوريكو الهايبرتروفايد ارتيريال فيدرز اللي سبلاينج الليجن ده. ودي حاجه مهمه الهايبرتروفايد ارتيريال فيدر احنا بنعمل ايه؟ بنعمل وده قلت لكم كومنت معلق عليه في الهيباتيك فوكال ليجن. لما عيان لسه جاي وجاي بتشخص ان انت شخصته ان ده هيباتيك فوكال ليجن مطلوب منك انك تحاول تقول له الليجن ده واخد بلاد سبلاي منين خلاص. وده بنعمل ايه؟ بنعمل من الارتيريال فيز بنعمل ماب ايمجز خلاص من الارتيريال فيز. انا هجيب لكم بس الماب ايمجز اكبر لكم ماب ايمجز ده البورتال وده الايه الماب من الايه من الايه ده الليجنز اهو اللي موجود في الهيباتيك دوم سب كابسولار خلاص. وعايزين نشوف بقى ايه هي او ايه البلاد سبلاي اللي رايح للايه للليجن ده عشان ده يفرق فين في المانجمنت هنعمل له امبولايزيشن ازاي خلاص. طيب توقعوا العيان ده جاي له بلاد سبلاي منين او واخد الارتيريا ده جاي اخد منين؟ جاي من هنا خلاص. في واحد تاني جاي من هنا ده ايه وده ايه؟ اول حاجه ده من السيليا صح. السيليا جاي هنا ميدي برانش المفروض ان هو بيدي سبلينك ويدي هيباتيك خلاص. الهيباتيك ميدي ده عادي خلاص. ده انا كرونال كرونال لكن بس ليه اي بي اي بي ده في ال نعم لا مش على جنب انا شايفه اند اون بس ممكن يبقى مقابلك شويه في بيك شويه خلاص. فده ارتري خلاص. بس الليجن ده واخد ارتري تاني من ارتري تاني بين السبير ميزنتري ده السبير ميزنتريك اهو في ارتري تاني طالع منه وراح سبلاي الليجن خلاص. ده رايت هيباتيك وده رايت هيباتيك ده اسمه اكسسوري رايت هيباتيك خلاص. الرايت هيباتيك ده طالع من هنا ورايح سبلاي ليجن وعنده اكسسوري رايت هيباتيك طالع من السبير ميزنتري. ايه المشكله بتاعت العيان ده؟ مشكله العيان ده لو انا عملت امبولايزيشن هيخش في السيديا هيحقن هيطلع له الرايت هيباتيك العادي ده خلاص اللي سبلاينج الليجن ده هيحقنه كويس وزي الفل وخد والليجن امبولايز وبتاع كل شويه تلاقي ليه؟ لان هو ستيل سبلايد باي سبير ميزنتري من الارتري اللي هو الاكسسوري هيباتيك اللي جاي من السبير ميزنتري. فانا لو قلت له كده هيضطر ان هو يخش في السيلياك ويحقن ويخش في السبير ميزنتري ويحقن خلاص. فده قيمه انك تقول له لو هو ليجن لسه دي نوفو لسه بتشخص جديد اتعب نفسك شويه وبص على جاي له هايبرتروفايد ارتيريا فيدر منين خلاص تمام. الليجنز اللي بتبقوا فوق دولت بنخاف من الانفيرور فرينك. الانفيرور فرينك ساعات اللي هم بيبقوا هاي دوم دول بيبقوا انفيرور فرينك. فبص عليه هو هنا الحقيقه مش باين ان هو واخد انفيرور فرينك قوي بس بص عليه كويس لان ممكن يبقى والله ممكن يعني بص لو بصيته هنا محتاج ان هو يتريس قوي ان هو ده خلاص. هو مش انا اللي كاتب الحاله يعني اكشوالي بس انا وانا بعمل لها بروسيسنج فلقيت ان هو ليه اثنين ارتيريال فيدرز خلاص. وممكن يبقى اللي طالع تحت ده الهايبرتروفايد ده ممكن يبقى انفيرور فرينك. هل هو سبلاينج ولا لا؟ محتاج ان انا ابص عليه كويس ويعني الليجن ده وصل له هايبرتروفايد ارتيري فيدر من هنا يبقى انفيرور فرينك يبقى محتاج برده ان هو ايه يحقن انفيرور فرينك كمان خلاص تمام. دلوقتي الموست سورسز بتاعت الايه بتوعت الايه بتوعت الهايبرتروفايد او الارتيري فيدرز اللي بيسبلاي اتش سي ماشي. السيرفز بتاعك ما بيديش ارتري تاني يطلع لفوق ما بيديش حاجه ما بيديش للليفر بس لما يدي زي ده يبقى اسمه سيرفز. لا طبعا على حسب يعني في يعني ممكن انا عشان شفت هيباتيك هنا ممكن الهيباتيك كله اصلا يبقى طالع من السيرفز يبقى اسمه ريبليست
هيباتيك ارتري، يبقى السيليك ما ادهوش اه وكل الهيباتيك ارتري طالع من السبيرم زند، يبقى اسمه ريبليست خلاص تمام. وده مهم خلاص. انا قلت ليه على اكسسوري؟ لان انا في واحد هنا اصلا موجود بيدي خلاص، وده الاكسسوري بتاعه خلاص تمام، وراح مدي برده للايه للليفر تمام. طيب عشان اعمل السيكونس ده انا شغاله حاجه على الفحص، غير اني اعمل من ارتيريا فيس بالظبط، حاجه زياده ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه. دي ام ارتيريا فيسك برضو عيان سيروتيك ليفر خلاص، وعملت له الام ارتيريا فيسك بتاعنا خلاص، ولقينا ان هو العيان ده عنده ليجن موجود في السيجمنت دي، في سيجمنت كام؟ حوالي سيجمنت 7 احنا فوق خلاص، فاحنا دي سيجمنت ايه؟ سيجمنت 7. الليجن ده واخد انهانسمنت ولا مش واخد انهانسمنت؟ ده يا شباب ده سبتراكشن ايمج، ده واخد انهانسمنت ولا مش واخد انهانسمنت؟ اللي هو واخد ارتيريال فيز انهانسمنت، وفي الدريد فيز ايه اللي حصل له؟ الليجن معظمه ووش صح؟ خلاص؟ لان هو الليجن معظمه اوطى من الليفر بارينكما ففي ووش اوت، يبقى ده غالبا نتيجه عن اتش سي سي خلاص؟ ليه سيروتيك ليفر في انهانسمنت في الارتيريال فيز وفي ووش اوت ان ذا دريد فيز، فده يتيز عن اتش سي سي في سيروتيك ليفر خلاص؟ تمام؟ في اي مشكله؟ هي برضه مش جايب الحاله عشان ان هي تبقى تيبيكال اتش سي سي، انا جايب الحاله عشان السيجنال كاركترستيك بتاعت الليجن ده في بقيه الفحوصات. ده تي 1 احنا قلنا لازم بعد ما يعني انا لما بيجي لي هيباتيك فوكال ليجنز خلاص لازم ابص على باترن اوف انهانسمنت اول حاجه، وماشيين على السكيما اللي احنا كنا قايلينها قبل كده خلاص. في سكيما انا جبتها قبل كده او قايلها في المحاضرات عن الباترن اوف انهانسمنت بتاع الليجنز كلهم خلاص، فبحط باترن اوف انهانسمنت على حسب اي كاتيجوري. الكاتيجوري دي اللي فيها انهانسمنت ان ذا ارتيريال فيز وبقت ووش اوت ان ذا دريد فيز فما عنديش غير اتش سي سي خلاص. لو في سيروتيك ليفر يبقى ده تيبيكال اتش سي عاديه، لو نان سيروتيك ليفر يبقى بتكلم على فايبر لاميلر اتش سي سي خلاص، ده سيروتيك وفيها باترن اوف انهانسمنت فده اتش سي سي تيبيكال عاديه خلاص. طيب بعد كده بعد ما ابص كده ببدا ابص عليها في بقيه السيكونس، ودي حاجه مهمه مش بس ان انا ابص على باترن اوف انهانسمنت بس، لا ببدا ارجع تاني ابص عليها في بقيه السيكونس، ودي حاجه مهمه. بقيت سيكونسز ده تي 1 بتاعي خلاص، وده تي 2 بتاعي، وده الفات سات بتاعي. ايه رايكم في الليجنز؟ الليجن ده كان اي في تي 1 هاي في تي 1 خلاص، وفي تي 2 مور ليس از هاي ان تي 2. في السبير ايه رايكم في السبير ده؟ دروب ات از الليجن ده وقع يعني بقى اسود في السبير، ده معناه ان ايه؟ ان ده فيها فات خلاص. فالليجن ده اللي فيه هاي سيجنال ان تي 1 ده اتش سي، احنا متفقين ده اتش سي خلاص. ايه بس الليجن ده بيحتوي على فات، عرفت ازاي؟ ان ليه هاي سيجنال ان تي 1 وذا بريست ان او دروب ان ايه ان سبير ايمجز. لو عملنا حتى ان فيز واوت فيز برضو بيعمل نفس الكلام، تلاقي ان الليجن ده في الاوت فيز دروب ان سيجنال ان اوت فيز، ده معناه ان في ايه؟ معناه ان في فات تمام. طيب دي اللي بيسموها فاتي اتش سي سي. فاتي اتش سي سي في انواع من الاتش سي سي بتحتوي على فات بيسموها فاتي اتش سي سي. طيب قيمة الموضوع ده ايه؟ قيمة الموضوع ده حاجتين، أول حاجة إن الفاتي اتش سي سي ات از ا مور البروجنوز بتاعها بيبقى أحسن من الاتش سي العادية. ليه؟ لأن هما بيقولوا ده لسه في الأول، ده لسه ايرلي ستيج، لسه كل مش كل الفات اللي في الليجن اتحول إلى نيوبلاستيك ليجن، فده في الأول حاجة، يبقى ده مور إن بروجنوز أو مور يعني فيفر إن بروجنوز، ده أول حاجة. تاني حاجة والحاجة المهمة وهو إن لو لقيت لو أنا ما عنديش انهانس لو ما عنديش انهانسمنت لو لقيت فاتي كونتيننج ليجن ان اسيروتيك ليفر لازم تحط البوسيبيليتي اوف اتش سي سي. لو ما عنديش انهانسمنت فرضنا ان العيان ده مش عايز ياخد سبخه ولقيت ان الليجن ده ات از ا فاتي ليجنز وعيان ده سيروتيك لازم تحط البوسيبيليتي بتاعت الاتش سي سي. طيب لو العيان مش سيروتيك هتحط البوسيبيليتي بتاع الهيباتيك ادينو ماشي. يبقى لو لقيت فاتي ليجنز ان اسيراتيك ليفر لازم تحط البوسيبيتي بتاعت اتش سي سي، لو لقيتوش اسيراتيك ليفر حط البوسيبيتي بتاعت الهيباتيك ايه؟ هيباتيك ايه؟ هيباتيك ادينوم تمام؟ خلاص يا جماعه؟ الليجن ده منظره ده كان عامل برده ارتيريال وده منظره في الارتيريال فيز اهو، هو طبعا ده بس ده بدري قوي بس هو مسود خالص، وهنلاقيه في الارتيريال بورتر بدا ياخد سبغه وبرده يوش اوت اهو ويوش اوت في الديليد امج خلاص، ده الليجن بتاعه خلاص. فده ايه؟ This is مثال على الفاتي اتش سي سي ماشي. يبقى احنا النهارده خدنا اتنين اتش سي سي،
عرفنا بس اهميه ان انا اعمل الماب ايمجز لو في الدينوفو عشان اشوف الارتيريال فيدر بتاعي جاي منين خلاص تمام عشان يفرق في الامبولايزيشن. تاني حاجه البتا ده الفاتي اتش سي انك تبص على بقيه السيكونسز بتاعتك. لو عامل ام ار اي مثلا بص على بقيه السيكونسز والفاتي ليجنز ان سيروتيك ليفر ات از ا اتش سي رقم 1 تمام. طيب اخر حاله ده عيان جاي بيعمل عيان عندها 61 سنه او عيانه بتعمل ام ار بيتر سي تي بيترس خلاص. السي تي بيترس بتشتكي من ليفت اير. الليفت اير عندها في عندها مشكله في الليفت اير. فانا لما ببص بلاقيت فعلا ان في هنا وباسيفيكيشن للماستويد اير سيلز ها خلاص وكمان الميدل اير كافيتي خلاص تمام. لما ببص كده بنقول ان ده عاده ايه تيز ان ايه تيز ان اوتو ماستودايتس خلاص تمام تمام. الاوتو ماستودايتس دي خلاص نبص على الاوسيكل عشان نشوف اذا كان فيها ايروجن ولا لا من خوفا من ان هو يكون ايه خوفا من ان هو يكون ممكن يبقى معاها كوليستياتوما او ممكن يبقى معاها ايروجن اوسيكل تشين ايروجن كورونيك اوتو ماستودايتس اوسيكل تشين ايه اوسيكل تشين ايروجن. طيب واحنا بنقلب احمد انت بتقول ايه قلت ايه صح الاكسنال كانال وباسيفايد. الحقيقه دي حاجه مقلقه يعني انت مش بس لما تلاقي الاوتو ماستودايتس وتلاقي ان الاكسنال كانال وباسيفايد تقول خلاص وباسيفايد اكسنال ديزر كانال وخلاص الموضوع خلص على كده. لا لازم تاخد الموضوع باهتمام. لما تلاقي الاكسنال ديزر كانال توتالي او فيها وباسيفايد او فيها وباسيفيكيشن للاكسنال ديزر كانال لازم تاخد الموضوع باهتمام شويه. طيب لما بلاقي الاكسنال ديزر كانال وباسيفايد كده بهتم او ببص على ايه؟ ببص على البوني باوندرز بشوف اذا كان في اروجنز اندرلاينج اروجنز ولا لا خلاص. فبصينا على البوني باوندرز الانتير وول بتاع الليجن ده او الـ او الباسيفيكيشن ده اللي موجود في الاكسنال كده لان ايه لان الليجن ده او الوول ده اتز ايرودد. بصوا هنا متفرد ازاي انما هنا ده كونتاكت فهنا في سام سورت اوف ايروجن موجود في الاكسنال ديتري كانال خلاص. طيب كمان لو لاحظتوا حاجه مهمه جدا ودي حاجه مهمه انك تبصوا عليها انك لو بصيتوا على السبيس ما بين المانديبولار كوندايل والانتير وول بتاع الاكسنال كانال هتلاقي ان هو ايه مور ليس هنا على الناحيه دي وايدن على الناحيه دي وايدن. فانت ضيق ضيق جدا ان ممكن يبقى معاه سوفت تيشو موجود. طيب نعمل ايه عشان نشوف اعمل العيان ده اعمل له سوفت تيشو ويند ابص على السوفت تيشو بتاعه خلاص. هبص على السوفت تيشو بصوا بقى بصوا ركزوا شويه في هنا في سوفت تيشو اهو وباسيفاينج الاكسنال كانال وانترفينينج ما بين المانديبل وهنا خلاص. ولو بصيتوا هنا كمان هنلاقي ان هو كمان اكيوباين most of the masticatory space. بصوا هنا الماستيكيتوري سبيس هنا والباروتيد سبيس الاقي ان هنا في فات بلينز هنا ما بقاش في فات بلينز هنا في الماستيكيتوري سبيس في هنا فات بلينز هنا ما فيش فات بلينز خلاص. بصوا على وحاجه مهمه جدا تبصوا على الاوراكل شايفين الاوراكل ده والاوراكل ده انا هوريكم هو عامل كمان سيتي نيك ده السيتي نيك بتاعه. بصوا الاوراكل ده والاوراكل ده الاوراكل ده والاوراكل ده هتلاقوا ان الاوراكل ده تيكن. شوفوا هنا في سوفت تيشو ماسيفيكيشن هنا في سمادجنج فات بلينز الفات بلينز هنا الانفولفنج بارت سبيس والفات بلينز بتاعت الماسكيتور سبيس كلها اوبليتريتد. بصوا هنا الماسكيتور سبيس هنا في فات بلينز هنا ما فيش فات بلينز خلاص. ده اللي بيسموه ايه يا جماعه؟ اللي هو مالجنان تاتس اكسترنال. مالجنان تاتس اكسترنال دي بيبقى انفلاماتوري بروسيس بتبقى سنترد على الاكسنيتوري كانال زي هنا وبتمتد دايما تانفولف السوبرا هايلويد نيك سبيسز بالذات الماستيكيتور وبالذات الايه وبالذات البارات سبيس زي كده. من ضمن العلامات المهمه جدا جدا الماليجنتوس اكسترنا اللي هي دايما بتخن الاوركل تلاقي الاوركل هنا والاوركل هنا ان ريليشن لده بيبقى دايما ثيكن. طيب العيان ده عشان تبقى تقول وانت مطمن لازم تقول له حاجه في الهيستوري وهو دايابيتس ميليتس. العيان ما كانش مكتوب ان هو دايابيتك وانا لما شفت الحاله طلبت ان انا استكمال الهيستوري ان هو يشوف العيان ده دايابيتك ولا عشان اكتب الحاله وانا مستريح. انا كنت شبه متاكد ان هي مالجنت اكسترنا بس عشان انت مستريح وانت بتكتب محتاج انك تبقى العيان ده دايابيتك ايه عشان تبدا تكتب الحاله وانت مستريح. فديس از كيس اوف طلع دايابيتك مالجنت ايه مالجنت تاتس ايه مالجنت تاتس ايه مالجنت تاتس اكسترنا خلاص. المهم او اهم حاجه في الحاجه دي ايه؟ ان احنا لما نلاقي في سوفت تيشو باسيفيكيشن للاكسنيتوري كانال ما اقولش ان هو واكس وخلاص، لا لازم ابص على البوني باوندرز، لازم اقلب البتاع سوفت تيشو ابص على السراوندنج سوفت تيشو،
عشان البوسيبيليتي بتاعت الايه البوسيبيليتي بتاعت المالجنت ايه مالجنت اكسترن. تمام خلاص. فدي حاله بتاعت مالجنت اكسترن بالسبريد بتاعها او فيشر بين السبريد بتاعها. خلاص واخد هياخد اه ما هو عباره عن انفلاماتوري بروسيس ياخد سبب بس دي مش دي القصه قوي يعني اسمها يعني نعم.